إذا عدنا من جديد، هدفي الثاني هو أن أصنف التفاعلات الكيميائية إلى تفاعلات الاتحاد وأعبر عنها بالمعادلات. إذا يمنى، إيه أنسي معك. حبت تشاركنا برسمة حلوة، فهالرسمة إنه طبعاً بدها ألوان وتحتاج لألوان، هيك يا يمنى؟ إيه أنسي. طيب، بهالعدة الألوان نقص عندها اللون الأورنج البرتقالي، تمام؟ بهي الحالة شو بتعملي يا يمنى؟ أنسي بحط أحمر وأصفر بدمجهم مع بعضهم، بصير عندي برتقالي. ممتاز. إذا تحط الأحمر مع الأصفر تدمجيهم مع بعضهم بصيروا لون برتقالي، يعني لونين بالنهاية بصير عندي لون واحد، تمام؟ طيب، ريم العموري كمان رجعت عم تشارك بالرسمي ليمنى، فكمان نقص عندها اللون الأخضر، تمام يا ريم؟ نقصك اللون ايه الأخضر. تمام أنسر. هي في هي الحالة كمان منحط أنسي أصفر وأزرق، ندمجهم سوا تطلع معنا أخضر. ممتاز. إذا ندمج اللون الأصفر مع الأزرق بيطلع عند اللون الأخضر. الغاية من هذه الألوان إنه دمجنا لونين بالنهاية بيطلع عندي لون واحد، بيطلع عندي لون واحد. أيضا التفاعلات الاتحاد إنه راح يتحد عنصر مع عنصر يشكلون عندي مادة وحدة، مثل المادة A. مادة A تحدث مع المادة B، بينتج عندي مادة وحدة اللي هي AB. طيب، أنا تشكلت عندي معادلة، هي المعادلة اسم المعادلة الكيميائية. رح نتعرف شوي على المعادلة الكيميائية ونذكر فيها. المعادلة الكيميائية، حدا بيذكرنا بالمعادلة الكيميائية؟ حدا بيذكرنا بالمعادلة الكيميائية؟ يمنى تفضلي. تحتوي على مواد متفاعلة ومواد ناتجة. أحسنتي. إذا المواد المعادلة الكيميائية هي عبارة عن مواد داخلة في التفاعل ومواد خارجة في التفاعل. ممكن نحن نسميها مواد متفاعلة وممكن نسميها مواد ناتجة. طيب، خلينا نتعرف شوي على المعادلة، رح نوقف شوي عند المعادلة. نتعرف على المواد المتفاعلة، المواد الناتجة. بالعامي احنا بنقول انه مثلا قبل السهم اللي على اليسار، هي بنسميها المواد المتفاعلة او المواد الداخلة في التفاعل. المواد المتفاعلة او المواد الداخلة في التفاعل. والمواد اللي بعد السهم، هي المواد بنسميها اللي هي على اليمين، بنسميها مواد ناتجة او مواد خارجة في التفاعل. تمام؟ تمام. إذن المعادلة الكيميائية ممكن أن تحتاج إلى موازنة، ممكن ما تحتاج. طيب، بس رح نوقف شوي كمان عند الموازنة، رح نشارك فيديو. ظهرنكم الفيديو، بس ظهرنكم. إيه أنت ظهر. ظهر هلا. تمام. إذا رح نلعب لعبة حلوة. في عندي أنا عبارة عن مواد، هي مربعين، هذا المربعين إحنا بدنا نشوف، هي عبارة عن المعادلة الكيميائية بالنهاية. هي المعادلة الكيميائية هي عبارة عن غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين. غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين اتفاعلوا، اتحدوا مع بعضهم، شكلوا لي غاز النشادر. غاز النشادر اللي هو صيغته الكيميائي NH3، تمام؟ طيب، بهي الحالة أنا بدي استفيد من هاي اللعبة بنشان الموازنة. الموازنة، حدا بيحكي لنا عن الموازنة شوي لمحة؟ حالة تفضلي حالة العبدو، شو يعني الموازنة بشكل عام؟ أنسي أنا. اتفضلي.
تفضلي انا اسراء. ما اي انسي انسي يعني التوازن، التوازن بين شيئين، توازن بين شيئين. تمام، مثل يعني مثلا اعطينا مثال. انسي يعني مثل ميزان، مثل الوازن. ميزان، ممتاز، برافو، احسنتي. اذا مثل ميزان يعني مثلا كفتين ميزان، بنحط بالكفه الاولى مثلا تفاحتين، بالكفه الثانيه تفاحه واحده، توازنوا. لا اذا ايش بنحتاج لها تتوازن بهي الحاله؟ انسي بنحط بالكفه الاولى تفاحتين، بنحط بالكفه الثانيه تفاحتين نفس بعضهم. ممتاز، اذا بدي يصير عندي الكفتين متساويات. ايضا المعادله الكيميائيه حتكون عندي اياهم متساويات، يعني المواد المتفاعله بتساوي المواد الناتجه من حيث عدد الذرات. طيب انا عندي النيتروجين، طيب رح نضغط على النيتروجين اللي هو بيمثلنا اياه بالصوره بالكرات الازرق. عندي ذرتين نيتروجين، نشوف الهيدروجين، ايضا الهيدروجين عندي ذرتين. طيب عند ذرتين نوازن عنصر عنصر، نيتروجين قبل التفاعل عند ذرتين، شوف بعد التفاعل اي بالمواد الناتجه. عندي ذره نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين، توازنت؟ لا ما توازنت. طيب ننتقل لعند نضغط، ايش بنحتاج يا غزالي؟ أنسية بدنا نحط إنه ذرة تاني ليتوازنوا. وين بدنا نحطها؟ أنسية عند النيتروجين. عند النيتروجين، أي بالمواد الناتجة. طيب ناتجة. هي حطينا ذر عند المواد الناتجة، تمام. حطينا عند تنتين نيتروجين، بس تغير عندي صار الهيدروجين، صار عندي ستي، صار عندي ستي هيدروجين. المواد المتفاعلة عندي تنتين بهي الحالة. طيب خلينا نشوف، ننتقل عند الهيدروجين، بنزيد تنتين صاروا أربعة، توازنوا؟ ما توازن. طيب بنزيد تنتين، توازنوا؟ لا. ليش لا؟ لا أنت توازنوا، لأنه هون صار ستي وهون صار ستي. ممتاز يا غزال، إذا صار عندي ستي هيدروجين قبل التفاعل وستي هيدروجين بعد التفاعل، بينما النيتروجين عندي تنتين قبل التفاعل وتنتين بعد التفاعل. طيب أنا هاي الاثنين كيف إنه ما توازنت؟ هاي الاثنين لما ضفتها هي موزعة للنيتروجين وموزعة للهيدروجين، اللي بتكون على يسار المركب أو العنصر هي بتكون الرقم اللي بيكون على يسار المركب او على يسار العنصر، فهو للمركب باكمله او للعنصر، تمام. اذا هي الاثنين عند اثنين هي للنيتروجين، انا عم بحكي عند المواد الناتجه، الاثنين هي للنيتروجين، عند اثنين نيتروجين، ايضا هيدروجين عند ثلاثه انضاف لها اثنين. عند الاضافه ما بنجمع جمع، نضرب ضرب، 2 ضرب 3 6، عند الإضافة ما بنجمع جمع، نضرب ضرب، 2 ضرب 6 صارت عندي 6 هيدروجين، 6 هيدروجين بعد التفاعل، وهون عندي ذرتين هيدروجين ضفنا لها 3، 2 ضرب 3 تساوي 6، تمام؟ طيب خلينا ناخذ مثال آخر، ناخذ مثال آخر، عندنا جزيء الماء H2O وجزيء الماء رح يتفكك إلى غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. طيب يتفكك لغاز الهيدروجين لازم إنه يتفكك إلى ذرة هيدروجين وذرة أكسجين، صح ولا غلط؟ صح أنسي. صح؟ صح أنسي. إيه أنسي صح. صح؟ صح؟ لا رجعي السؤال. طيب الماء لما تفكك تفكك لذرة هيدروجين وذرة أكسجين، صح؟ لا أنسي خطأ، ذرتين وذرتين. غلط، ذرتين بذرتين. طيب ليش ذرتين بذرتين؟ أنسي لأنه الغاز لأنه اثنين أخت اللي بيكون لأنه غاز، أحسنتي. إذا الغاز بيحتاج إلى ذرتين وليس ذرة واحدة.
فلما بدي تسك بده يتحد عشان يكون عنده ذرتين من الغاز. طيب في عندي رح نوازن هي المعادلة اللي هي عبارة عن الهيدروجين. نبدأ من عند الهيدروجين، عندي ذرتين هيدروجين قبل التفاعل، تمام؟ طيب خلينا نضغط، أعطاني اللي هي باللون الأحمر الكرة هي عبارة عن الأكسجين، باللون الأبيض عبارة عن الهيدروجين، ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. طيب بعد التفاعل خلينا نشوف إنه أعطينا تنتين هيدروجين قبل وتنتين بعد، بالنسبة للهيدروجين توازن، تمام؟ طيب خلينا نشوف الأكسجين، الأكسجين أعطينا بعد التفاعل تنتين وقبل التفاعل وحدة، توازنت؟ لا أنسي ما توازنت. لا أنسي ما توازنت. إذن ما توازنت. بهاي الحالة إيش بنحتاج؟ بنحتاج ذرتين أكسجين، ذرتين هيدروجين اللي هي قبل التفاعل، تمام؟ طيب ضغطنا صار عندي أنا ذرتين هيدروجين أكسجين عفوا وأربع ذرات هيدروجين، هاي بالنسبة لقبل التفاعل. طيب بعد التفاعل بقي عندي ذرتين هيدروجين تنتين أكسجين، توازنت؟ لا. إسراء جلول إيش بحتاج؟ أنسي لذرتين هيدروجين، بحتاج إلى ذرتين هيدروجين، ضيف ذرتين هيدروجين، انبسط للوجه، معناته توازنت المعادلة، تمام؟ تمام تمام بالنسبة للموازنة يا طلابنا؟ إيه أنسي تمام. طيب إذا نعود إلى درسنا. نعم تفضلي. أنا يا أنسي معلش تعيدي لنا المسألة الأخيرة تبعت التوازن، لأنه يا أنسي لقيتها تصعب شوي. يلا تكرمي. طيب ظهرت الصورة عندكم؟ إيه أنسي ظهرت. طيب خلينا ناخذ طيب خلينا ناخذ مثال آخر، هذا مثال آخر. إذا CH4 هو عبارة عن غاز الميتان، CH4 غاز الميتان زائد O2 غاز الأكسجين بيعطينا CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون زائد H2O، هو عبارة عن ماء. طيب أنا بدي وازن هي المعادلة بين الكربون والهيدروجين والأكسجين، عندي ثلاث عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين. طيب بالنسبة للكربون خلينا نشوف أول صيغة إيش بيعطينا، أعطاني لون الكرة الكربون فضية أربع ذرات هيدروجين، تمام؟ تمام تمام. إذا عندي ذرتين هيدروجين قبل التفاعل، طيب خلينا مشان ما نتخربط خلينا نبدأ بعنصر عنصر. نبدأ من عند الكربون، عندي كم ذرة كربون قبل التفاعل يا رنا؟ أنسي وحدة وذرتين أكسجين. عندي ذرة كربون وحدة، طيب بالنسبة للهيدروجين؟ أنسي أربع. أربع ذرات. إذا الرقم على اليمين العنصر اللي احنا بنقوله على خصره، هذا هو بيمثل عدد الذرات، عدد الذرات للعنصر، تمام؟ فعندي ذرة واحدة من الكربون أربع ذرات من الهيدروجين. ننتقل لعند الأكسجين، عندي ذرتين من الأكسجين. طيب خلينا نوازن ذرة عنصر عنصر قبل التفاعل، عندي ذرة كربون، طيب خلينا نشوف بعد التفاعل كم ذرة كربون. عندي ذرة واحدة كربون وذرتين ذرتين أكسجين، تمام؟ أكسجين. طيب بالنسبة
تمام. بالنسبة للموازنة للكربون، عندي وحدة قبل التفاعل ووحدة بعد التفاعل، بالنسبة للكربون موزون. طيب ننتقل للهيدروجين، خلصنا من الكربون ننتقل للهيدروجين. عندي أربع ذرات هيدروجين، أربع ذرات هيدروجين قبل التفاعل. طيب عندي بعد التفاعل ذرتين من الهيدروجين، ضفنا له ذرتين من الهيدروجين، بهي الحالة توازن الهيدروجين يا منار؟ أنسي لا لا. طيب بتوازن، إيش بنحتاج حتى يتوازن؟ بدنا نضرب بعد التفاعل باثنين. نضرب بعد التفاعل باثنين لل لمين؟ للمركب كله. للمركب كله، أي يعني هو إحنا للهيدروجين إحنا بدنا نضيفه بالأساس، نضربه للهيدروجين، بس هو بالحاصل بدي يصير للمركب كله. ممتاز يا منار. بدنا اثنين للهيدروجين، صار أنا عندي أربع هيدروجين بعد التفاعل، تمام؟ تمام. إذا خلصنا من الهيدروجين ننتقل للأكسجين. أكسجين أنا عندي تنتين قبل التفاعل، تمام؟ تمام. طيب رح ندرس بعد التفاعل. عند غاز ثاني أكسيد الكربون عندي هون ذرتين أكسجين، عند O2 عندي ذرتين أكسجين، وأيضا عندي هون ذرة أكسجين عند الماء منضبط اثنين، صار عندي اثنين. اثنين زائد اثنين أربعة، اثنين زائد اثنين أربعة. توازنت بالنسبة للأكسجين يا غزالي؟ ايه أنسي توازنت؟ أنسي هو الأكسجين أربعة بعد التفاعل، وصاروا أربعة بعد التفاعل. لا أنسي ما توازنوا، لأني هون نحن بالأساس عنا اثنين، بعد التفاعل صاروا أربعة، بس طيب. إني تفاعلوا فضربنا طيب باثنين. نضرب باثنين اللي هي نضرب وين نضربها، قبل ولا بعد؟ أنسي قبل، قبل التفاعل. طيب إذا ممتاز يا غزالي، نضرب باثنين قبل التفاعل، تمام؟ تمام تمام يا تمام. مفهوم ال نعم. مين عم بيسأل؟ في حدا عم بيسأل سؤال؟ لا أنسي. طيب في حدا عنده سؤال بالنسبة للموازنة؟ لا أنسي تمام، يعطيك العافية. لا أنسي الله يعطيك.